اهلا وسهلا بيكم في قناه بوسي كروشي. هنعمل مع بعض غرزه جميله شتوي اسمها غرزه المارشميلو. ممكن تعملي بيها سكارف، ممكن تعملي بيها شال، ممكن تعملي طقم بيبي اللي هو سكارف بيبي وكوفي او طاقيه للبيبي، بتبقى شكلها جميل قوي. وغرزه جميله ومجسمه 3D. هي الغرزه من مضاعفات الرقم 8، يعني بتعملي 8 غرز سلسله لحد ما توصلي للعرض اللي انت عاوزاه، وبعد كده بتزودي عليهم سلسلتين. هنبتدي مع بعض وهعمل 32 غرزة سلسلة. 32 بعدد بيقبل القسم على 8. بنعمل عقدة البداية، وهعمل 32 غرزة سلسلة. 1 2. تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32. كده عملت 32 غرزة سلسلة. هضيف عليهم سلسلتين ارتفاع، 1 2. سيب الغرزة اللي فيها الإبرة، السلسلة غرزة السلسلة اللي فيها الإبرة، هدخل في الغرزة اللي بعديها وهعمل فيها غرزة حشو. وهرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3. وهسيب سلسلة، 2 3. هدخل في السلسلة الرابعة وهعمل فيها غرزة حشو. الشكل ده كده. وهرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3. وهسيب سلسلة، 2 3. وهدخل في السلسلة الرابعة وهعمل فيها غرزة حشو. وهرتفع 3 سلسلة، وهسيب سلسلة، 2 3. وبدخل في السلسلة الرابعة وبعمل فيها غرزة حشو. بفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السلاسل اللي هو بارتفع 3 سلسلة، وبسيب غرزة 2 3. وبدخل في غرزة السلسلة الرابعة وبعمل فيها غرزة حشو. هكمل لاخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وهرتفع 3 غرزة سلسلة. هعد 1 2 3. وهدخل في اخر غرزة سلسلة وهعمل فيها غرزة حشو. هتكون معايا بالشكل ده كده. هرتفع 3 سلسلة في السط كده. هبتدي الدور التاني معاكم وهرتفع 3 سلسلة وهلف الشغل. هشتغل في الفراغ السلاسل ده، هعمل جوه كل فراغ 5 غرزة حق عمود بلفة، 1 2 3. 4 5. كده عملت في اول فراغ 5 غرزة عمود بلفة. هروح للثلاث سلاسل اللي بعديهم على طول وهعمل فيهم 5 غرزة عمود بلفة.
كده واحد اتنين تلاتة أربعة كده خمسة. هروح للثلاث سلاسل برضو اللي بعديهم على طول وهعمل فيهم خمسة غرزة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هكمل لآخر الدور في كل ثلاث سلاسل هعمل فيهم خمسة غرزة عمود بلفة. هكمل لحد ما اوصل لآخر غرزة وهرجع لكم تاني. وصلت لآخر غرزة وهعمل فيها خمسة غرزة عمود بلفة كده واحد كده اتنين كده تلاتة كده أربعة كده خمسة. وهعمل آخر غرزة عمود بلفة زي ما ابتدينا الدور بتلاتة سلسلة. هننهي غرزة عمود بلفة اللي هي غرزة الحشو اللي هي بتاعت السطر اللي فات وهعمل فيها غرزة عمود بلفة. ده كده الدور التاني هيكون معايا بالشكل ده كده. هرتفع غرزة سلسلة واحدة في السطر التالت بلف الشغل. هدخل في نفس المكان اللي ارتفعت منه غرزة السلسلة وهعمل فيه غرزة حشو. هرتفع تلاتة غرزة سلسلة تلاتة. هشتغل في العشر غرز دولي عشرة غرزة بريد أمامي اللي هو العمود أمامي بس مش بلفة كاملة، هعمله بنص لفة. ازاي؟ بلف الخيط على الابره وبروح لاول عمود في الخمس اعمده اللي انا كنت بعملهم، بدخل فيه من تحت بالشكل ده كده، بطلع منه من الناحيه التانية، بخلي العمود على الابره من فوق، دي غرزه العمود الامامي، وبسحب الخيط من تحت بالشكل ده كده، بتكون معايا ثلاث حلقات، بلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الابره. تاني يبقى بلف الخيط على الابره وهروح للعمود اللي بعديه وهدخل فيه من تحت كده، خلي العمود فوق الابره وهسحب الخيط وهلف الخيط وبطلع من حلقتين. يبقى بلف الخيط على الابره بدخل في العمود اللي عليه الدور من تحت، خلي العمود فوق الابره وبسحب الخيط وهلف الخيط واطلع من حلقتين. كده معايا كده تالت عمود. هروح للعمود الرابع كده، هروح للعمود الخامس كده. خلصت الخمس أعمدة دول، هروح للخمسة اللي بعديهم وأعمل فيهم نفس الطريقة. يبقى انا بشتغل في عشر اعمدة في الدور ده في اللي هو السطر التالت، بشتغل في عشر اعمدة غرز بريد امامي ورا بعض بس ما بطلعش من الحلقات كلها. بلف الخيط على الابرة واروح للعمود اول عمود في الغرز التانية في الخمس غرز التانيين واسحب الخيط واطلع من حلقتين برضو، واروح للعمود اللي بلف الخيط على الابرة واروح للعمود اللي بعديه برضو وادخل فيه من تحت بسحب الخيط وبلف الخيط على الابره وبطلع من حلقتين. كمان مره بلف الخيط على الابره وبدخل في العمود اللي عليه الدور من تحت بالشكل ده كده وبسحب الخيط وبلف الخيط على الابره وبطلع من حلقتين. كده عملت كام مره؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، ناقص مرتين. بلف الخيط على الابره وبروح للعمود اللي عليه الدور وبدخل فيه من تحت بالشكل ده كده وبسحب الخيط بلف الخيط على الابره وبطلع من حلقتين. ناقص كده اخر مره،
هلف الخيط على الإبرة وهدخل تحت آخر عمود من العشرة، خلي العمود فوق الإبرة بالشكل ده كده، وهسحب الخيط وهلف الخيط على الإبرة وهطلع من حلقتي. كده معايا الحلقة الأساسية، ومعايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بتاعت العشر أعمدة، هلف الخيط على الإبرة وهطلع من العشر حلقات مع بعض. يكون معايا بالشكل ده كده، وهرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، وهروح للفراغ اللي هو بعد الأعمدة على طول اللي هو ده، وهعمل فيه غرزة حشو. وهرتفع 3 غرزة سلسلة بعد ما عملت غرزة الحشو، 1 2 3، وهشتغل برضو في العشر غرز دول اللي هما الخمسة اللي هنا والخمسة اللي هنا، برضو غرز بريد أمامي زي ما عملت هنا بالظبط. كل معانا من ورا بالشكل ده كده. كده ابتدت الغرزة تتشكل معايا. يبقى هنعمل مع بعض تاني، هلف الخيط على الإبرة واروح عند العمود، أول عمود، وهدخل فيه من تحت بالإبرة بالشكل ده كده، خلي العمود فوق الإبرة وهسحب الخيط وهلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتين بس، وبسيب حلقتين على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وبروح للعمود اللي بعديه، بدخل فيه من تحت وبسحب الخيط، بلف الخيط على الإبرة وأطلع من حلقتين بس. كده معايا 3 حلقات، وبكمل بنفس الطريقة، بروح للعمود اللي عليه الدور وبدخل فيه من تحت وبسحب الخيط وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتي تاني، بلف الخيط على الإبرة وبروح للعمود اللي عليه الدور وبدخل فيه من تحت وبسحب الخيط وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتي. ده كده رابع مرة. هروح بلف الخيط على الإبرة وهروح عند خامس عمود، بدخل فيه من تحت بالشكل ده كده، وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتي. هكرر برضو في الخمس أعمدة دول نفس النظام. يبقى في الدور ده انا بشتغل في 10 اعمدة مع بعض، بعمل فيهم غرزة عمود بلفة امامي مش كاملة. يبقى كده معايا الغرزة الحلقة الاساسية، ومعايا 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات كلها مع بعض. وبرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، وبروح عند الفراغ اللي هو بعد الأعمدة على طول وبعمل فيه غرزة حشو، وبرتفع 3 سلسلة، وبكمل بقى بشتغل في العشرة دولي. بعد كده بعمل غرزة، برتفع 3 سلسلة بعد ما اشتغل في العشرة، بروح في الفراغ ده وبشتغل فيه غرزة حشو، وبرتفع 3 سلسلة وبنتقل اشتغل هنا برضو بنفس الطريقة. هكمل بنفس الطريقة لاخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لاخر غرزة وعملت برضو غرز بريد امامي بلفة مش كاملة. هتبقى معايا الحلقة الاساسية وعشر حلقات على الابرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بلف الخيط على الابرة وبطلع من الحلقات كلها مع بعض، وبرتفع 3 غرزة سلسلة، وهروح عند الفراغ الأخير ده وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، لا هشتغل فيه غرزة حشو. يعني أنا بعد ما ارتفعت 3 سلسلة، الفراغ اللي هو الأخير اللي هنا ده هعمل فيه غرزة حشو. كده الغرزة ابتدت معايا تتشكل، هتكون بالشكل ده كده.
هما من فوق كده كان بالشكل ده كده. نكمل مع بعض. ارتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، وبلف الشغل. اشتغل في فراغ الثلاث سلاسل ده، بعمل فيه كل واحد 5 غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. كده اول عمود بلفة، كده 2، كده 3، كده 4، كده 5. وهروح للثلاث سلاسل اللي بعديها على طول، هعمل فيها 5 غرزة عمود بلفة برضو، 1 2، ثلاثة، أربعة، خمسة. وانتقل للثلاث سلاسل اللي بعديهم على طول، وبعمل فيهم برضو 5 غرز عمود بلفة، 1. هنا هيبتدي معايا بداية التكرار بالغرز، 3، 4. السطر ده تكرار للسطر اللي كنت بعمل فيه 5 غرز عمود بلفة في كل 3 سلسلة. هكمل بنفس الطريقة لآخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، وهعمل في آخر فراغ 3 سلسلة، هعمل فيه 5 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5. هروح عند غرزة الحشو وهعمل فيها غرزة عمود بلفة. زي ما ابتديت بداية الدور وارتفعت فيه 3 سلسلة، هنهي معايا بغرزة عمود بلفة. كل معانا بالشكل ده كده. هنكرر السطر اللي كنا بنشتغل فيه في 10 غرز مع بعض، اللي هو برتفع سلسلة وبلف الشغل. اشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة، بشتغل فيه غرزة حشو، برتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3، بشتغل في 10 أعمدة مع بعض، اللي هي غرزة البريد أمامي بس مش كاملة. بسحب الخيط وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، بروح للعمود اللي بعديه واشتغل برضو فيه، بخلي العمود فوق الإبرة، بسحب الخيط وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، والف الخيط على الابره، واروح للعمود اللي عليه الدور، خلي العمود فوق الابره بالشكل ده كده، بسحب الخيط، والف الخيط على الابره، وبطلع من حلقتين تاني. كده رابع مره، كده خامس مره. هنتقل للخمس اعمده اللي بعديهم على طول، واشتغل فيهم بنفس الطريقه، اللي هي غرزه البريد الامامي، بس لف بنص لفة، كون معي الحلقة الأساسية وعشر حلقات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بلف الخيط وبطلع من 10 من كل الحلقات مع بعض، وبرتفع 3 غرزة سلسلة، 1 2 3. وهنقل بروح للفراغ اللي بعديها على طول، بعمل فيه غرزة حشو، وبرتفع 3 غرزة سلسلة، وبكرر نفس الخطوات دي، اللي هو بشتغل في 10 غرز، غرز بريد امامي مش كامل بلفة مش كاملة، هكمل لحد ما اوصل لاخر غرزة وهرجع لكم تاني. وصلت للغرزة اللي قبل الغرز اللي قبل الاخيرة، وعملت فيهم 10 غرز بريد باللفة امامي بس بنص لفة، يعني كون معايا 10 حلقات الاساسيين والحلقة اللي هي الاساسية،
هلف الخيط واطلع من الحلقات كلها، وهرتفع عليها 3 غرزة سلسلة، واروح عند الفراغ اللي هو بعديهم ده وادخل فيه واعمل غرزة حشو، وبرتفع 3 غرزة سلسلة، وبشتغل 10 غرز بريد امامي بلف بنص لفة كده. اول واحد كده، تاني واحد كده، تالت واحد كده، 4 كده، 5. اروح اشتغل في اللي بعديهم على طول، 1 2 3 4 5. هلف الخيط على الإبرة واطلع من الحلقات كلها، وارتفع 3 غرزة سلسلة، وادخل في الفراغ اللي هو الأخير ده وبعمل فيه غرزة حشو، الغرزة ابتدت تتشكل معايا بالشكل ده كده. غرزة جميلة، شكلها جميل قوي، مجسمة. طبعا كل ما ترتفعي بالسطور كل ما الغرز معاكي هتبان. في السطر اللي بعديه بنتكرر اللي هو السطر اللي كنا بنرتفع بيه 3 غرزة سلسلة، بلف الشغل وبشتغل في 3 سلاسل دول 5 غرزة عمود بلفة، وافضل ماشيه كده في نفس الطريقه، بعمل في كل في 3 سلاسل دول 5 غرزة عمود بلفه. وفي السطر اللي بعديه ببتدي اعمل اللي بشتغل في 10 غرز مع بعض اللي هو بشتغل فيهم غرزه البريد الامامي بنص لفه، وافضل اكرر كده لحد ما اوصل للحجم اللي انا عاوزاه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك للقناه.